يوم عيد الله عليكم فيه أوائد الإحسان ورجاء النعل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكة ما جزاء أجر نفع عملا؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجرا. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قد فريضتي عليهم ثم خرجوا يهجون إلى الدعاء. وعزتي وجلالي وكرامي وعلوي وارتفاعي مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد.